هي about the motor activity. نكمل الموتر اكتيفيتي اوف ذا ديفرنت بارتس اوف جي اي تراكت. اخذنا الموتر اكتيفيتي مات الماوث، اخذنا الموتر اكتيفيتي مات الاوسفيجاس، وراح الان وصلنا الى الموتر اكتيفيتي اوف ذا طبعا اخذنا مال ستومك ايضا، وصلنا الى الموتر اكتيفيتي اوف ذا سمول انتستين اند لارج انتستين. ناو objectives طبعا we are going to describe the motor functions of the small intestine and the control of that functions and discuss the functional disorders and we are going to describe the motor functions of the large intestine and control the functions of this يعني motor functions and also discuss the disorders. Now قبل كل شيء نجي على the small intestine. Few words about the small intestine. طبعاً it is the major site of the digestion and the absorption. يعني ممكن يصير عندنا يعني يبتدي digestion من بداية الماوث وهاي إن شاء الله ناخذها. بس the major site أو the master site for the digestion and absorption of all the types of food تكون in the small intestine. Carbohydrates, proteins, fat. The small intestine about 5 meters in long and can be divided from anatomical point of view to duodenum, اللي هو the first part, بعدين عندنا jejunum الوسطاني وبعدين عندنا last part اللي هو ileum that connected with the large intestine by يعني with the cecum by ileocecal valve. وطبعا اللارج انتستين او القبل عفوا السمول انتستين الميوكوزا لايننج اوف ذا سمول انتستين بريبيرد فور ذا يعني دايجستشن اند ابزوربشن اوف ديفرنت تايبس اوف فود لانه تحتوي على نيومرس فولز اوف انتستانال ميوكوزا باي دنسلي باكت فيلاي عندنا مايكرو فيلاي فالفيتشر مالتهم تعطينا كاركترستيك فيتشر اوف برش بوردر طبعا انتم هاي كلها ماخذيها بالهيستولوجي. ناو اللي يهمنا انه movement of the small intestine طبعا in general speaking we have two types of movement we have ما يسمى بالmixing movement and parastatic movement. The mixing movement of the small intestine اسميها segmentation حتى افرقها عن mixing movement مات الستومك اللي هي retropulsion وافرقها عن mixing movement مات الماوث اللي هو chewing and mastication. هنا السegmentation تعتبر the mixing movement of the small intestine. It is the most common type of intestinal contraction, about 2 cm of intestinal wall contracts, forcing the chyme back towards the stomach and towards the colon. ليش؟ لأن عندنا البايلوريك سفنكتر الآن مسدود اللي يربطها ما بي يعني يربط الدودنا والستومك مسدود واللي يربط كذلك الإليوم ويا السيكم مسدود فلذلك يصير شلون مثل شلون يعني ينخفض الكايم يندفع للامام وللخلف وينمزج ويا الجوز يعني سمول انتستين جوز والبنكرياتيك سكريشن والبيليري سكريشن حتى يعني prepared for digestion and then absorption. طبعا segmentation contraction occur throughout the digestive period and become more frequent in the duodenum than in the ileum. عادة مكان الدودنام هاي يعني segmentation يكون أقوى بكثير مما موجودة بالإليوم. Parastatic طبعا contraction اللي هي another type اللي هي contraction of small يعني section of the proximal muscle is followed by immediate relaxation of the muscle just distal to it resulting the wave-like motion مثل ما حكينا يعني contraction and relaxation to خلينا نقول after the mixing حتى after the digestion after the absorption حتى يعني push وتفتح تنفتح للفالفز حتى يدفع التايم او يدفع يعني خلينا نقول الاندايجستيف ماتيريالز الانوانتد ماتيريالز من اللاش انتستين. طبعا على فكره احنا عندنا عاده مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه انه انا عندي سلو ويف ريذم ذس از ات يعني حتى اذا ما عندي يعني ما عندي فود وما عندي كايم وكل شيء ما عندي عندي سلو ويف ريذم بالوول اوف ذا جات. ليش؟ لان عندي الوول اوف جات هو عباره عن سموث مسل وعندي الكتروتونيك بوتنشال اذا عندي سلو ويف ريذم هاي موجوده يعني ات از حتى يعني ما عندي حتى ما عندي دايجشن حتى ما عندي كل شيء وهذه تزيد في حالة إنه لما يصير عندي بداية الدايجستشن وبداية يعني تناول الطعام والدايجستشن وكذا. طيب
The peristaltic activity of the small intestine is greatly increased after meal, and this caused partly by the entry of the chyme into the duodenum and by gastroenteric reflexes. يعني إحنا عادة من يجي الكايم ويدخل يعني بالستومك من وجود الكايم بالستومك راح يصير عندي gastroenteric reflexes يعني nerve reflexes من الستومك إلى السمول انتستين حتى زيد انشيت يعني حتى شنو زود لي الباراستاتيك مات حتى تهيئ الـ يعني السمول انتستين for receiving the kind. في ان الباراستاتيك موفمنت يزيد لما يدخل الكايم تو ذا دودينم وحتى قبل لا يدخل الكايم تو ذا دودينم ايضا عندي من وجود الكايم بالسمول ستومك عندي باراستاتيك موفمنت وتزيد يعني هي موجوده بس تزيد اكثر واكثر اوكي نعم طبعا factors affecting the intestinal peristalsis احنا مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه وقلنا اكو factors affecting the emptying of the stomach قلنا factors related to the stomach وfactors related to the small intestine هذا هنا هم نفس الشيء انا عندي intestinal peristalsis طيب اكو factors تزيدها اكو factor تنقصها اكو factor تسوي لها inhibition شنو لازم اكو عندي peristaltic movement لا واكو اشياء متاثر عليها فإذا factors affecting the intestinal peristalsis قسمها إلى قسمين factors related to the stomach يعني واحدة متصلة بالثانية و factors related to the small intestine itself factors related to the stomach وجود الفود in the stomach من يدخل الفود وينخلط بال يعني يصير عندي mixing movement وينخلط يصير عندي كايم يصير عندي gastroenteric reflexes يعني شنو يعني signals تجي لي من الستومك لما تروح للسمول انتستين طبعا عن طريق enteric nervous system controlled by vagus وبالتالي يصير عندي زياده بالباراستالتيك موفمنت بالاضافه الى يصير عندي ريلاكسيشن اوف اليو او غاسترو اليال ريفلكسز حتى يعني يهيئ اللارج او السمول انتستين حتى تزيد الباراستاسيس حتى تتخلص من الزايد وتستقبل الكايم الجديد ولما يدخل الكايم داخلها ترجع تسد الفاز مره ثانيه وتسوي لي الميكسينج موفمنت يعني بالبدايه الجاسترو انتريك ريفلكس شو تسوي لي تزيد الباراستاتيك موفمنت وتسوي لي ريلاكسيشن تو اليو او جاسترو اليال ريفلكسز يعني شنو يعني ما بين هذا الاستومك وما بين يعني هذا وما بين السمول انتستين وكذلك ما بين اللارج انتستين هاي خلينا نقول الفالفز كلها تنفتح حتى تعطيني مجال تدفع للكايم يروح المن للسمول انتستين وبعدين من يدخل الكايم الى السمول انتستين تنسد هاي الفالفز حتى شنو تبتدي دي الميكسينج موفمنت طيب اذا الفاكتورز ريليتد تو ذا ستومك عاده اكسايتيتري يعني شو تسوي زيد للباراستاتيك موفمنت هو هذا اللي احنا اللي يهمنا طيب اكو ايضا فاكتورز ريليتد تو سمول انتستين هم زيد الباراستاتيك موفمنت مثلا اوفر ديستنشن اوف سمول انتستين زين زيدها ليش؟ لأن أنا إذا صار عندي over distension أو small distance يعني تحاول إنه تتخلص من هذه الزيادة وهذا الضغط على الجدران في الزيد الباراستاتيك موفمنت حتى تدفع القدر الممكن وتحاول تتخلص منه أو مثلاً irritation or rotation of the mucosa to the small intestine rotation by anything مو بس by food by virus by toxin by bacteria by chemicals ممكن الفود يكون بي irritant materials يسوي لي irritation to the mucosa lining فذلك يصير عندي زيادة بالباراستاسيس وهذا هنشوفه احنا طبيعيا شوف عادة حياتنا الطبيعية واحد يقول له أكل دهن هواية وصار عنده يعني دياري الإسهال اللي هو زيادة الباراستاتيك موفمنت of the small intestine مو بس عنده دياري واحد يأكل يعني مثلا يأكل فتشي ملوث وصار عنده دياري تعتبر one of defense mechanism فتشوف انه هاي الاشياء احنا مجربينها بحياتنا الطبيعيه لما يصير عندنا انفكشن او لما واحد ياكل مثلا اكل دسم اكل ثقيل اكل هوايه شوف يصير عنده دياريا مو صحيح تزيد الباراستاتيك موفمنت فهاي وحده من الفاكتورز ذات ريليتد تو ذا سمول انتستين جوينج تو انكريز ذا باراستاتيك موفمنت طيب بعد شنو عندي انتستينال اوبستركشن لما يصير عندي اوبستركشن بالسمول انتستين لاي سبب من الاسباب قد يكون فورين بودي قد يكون تيومر يسد المكان او يسد خلينا نقول يعني الجت فلذلك تصير عندي كونتراكشن اوف ذا وول اوف ذا يعني ذا سمول انتستين اوردر تو بوش ذس يعني بارت اوبستركتد بارت حتى يفتحها يعني اوفركم ذس اوبستركشن يظل يصير كونتراكشن لحد ما اذا هذا يعني الفورين بودي او هذا الاوبستركشن اندفع اوكي
اذا ما اندفع راس عندي في فتيجابيلتي تو ذا سموث مسل، بعد ما بعد تتعب مثل ما يقولون، بعد ما تشتغل اكثر يصير عندها خمول. ليش؟ يعني ظل يصير كونتراكشن 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 وماكو فايده، فيصير بيها فتيجابيلتي وتتعب. زين، اذا ذا كايم فروم ذا ستومك ويل بي اكيوميليتد. فطبعا اذا عندي السايت اوف اوبستراكشن اوف ذا سمول انتستين نير ذا ستومك، يعني مثلا بالدودينام فور اكزامبل، شو تصير اعراض هذا الشخص؟ يصير عنده اول مره فوميتنج، زين، وبعدين يلا يصير عنده يعني كونستيبيشن وابدومينال ديستنشن، ويعني فلود لاستلي باي سيبتيسيميا، وهذا اذا ما تعالج. واذا صار عندي الاوبستراكشن away from the stomach، يعني بعيد مثلا بالإليام for example، لا، أول ما صار الأعراض مال هذا الشخص صار عنده constipation و distension of the abdomen، وبعدين صار عندي vomiting. أوكي، فإذا هو بكل الأحوال إنه إحنا لما صار عندي obstruction لازم يتعالج، وإلا يسبب لي يعني septicemia وممكن يسبب لي death إذا واحد ما يعني عالج الموضوع بشكل سريع. أوكي، إذن هسه احنا ناقشنا الفاكتورز affecting the peristaltic movement of small intestine increasing the peristaltic movement. عندي factors related to the stomach وfactors related to the small intestine اللي هي over distension وirritation وobstruction، هاي كلها تسوي لي increase the peristaltic movement of small intestine. طيب طبعا this is under the control of parasympathetic stimulation. احنا من البدايه حكينا قلنا لما يصير عندي sympathetic stimulation تسوي لي inhibition to the gastrointestinal tract، تقلل السكريشن وتقلل الموتيليتي وتقلل الامتينج، مو وتسوي لنا reverse peristalsis، هاي حكيناها بالبدايه. فاذا نتوقع انه الفاكتورز that is responsible to inhibit the peristaltic movement هي sympathetic reflexes. sympathetic reflexes شو كنت تصير عندي؟ يصير عندي in state of مثلا stress، أو مثلا في حالة مو بس stress، عندي مثلا الفير الامرجنسي، خلينا نقول ما نقول الفير نقول الامرجنسي، يعني واحد لما يصير في حالة طوارئ for example مثلا يصير عنده يعني لما يصير عندي حالة طوارئ مثلا الامرجنسي يصير عندي sympathetic stimulation، وهي حتى ما قضية بالautonomic nervous system، مو صحيح؟ فإذا أنا شو كنت يصير عندي؟ sympathetic reflexes that are going to inhibit the peristaltic movement. لما يصير في حالة اللابروتومي، يعني شو اللابروتومي؟ يعني أفتح البيرتون، أفتح الأبدومينال وول، أفتح الأورغان وول أوف أورغانز، صير عندي trauma to that person، تعرض إلى حادث، تعرض إلى لابروتومي عملية، مثلا cesarean section for example، مثلا female pregnant وسوت cesarean section، واحد صار عنده appendicitis وسوى له يعني opening of the peritone وسوى له عملية، واحد مثلا صار عنده أي any for anything laparotomy، يعني opening of the peritone opening of the abdominal wall. لما يصير عندي هذا النوع laparotomy يصير عندي irritation، وبالتالي يصير عندي reflexes sympathetic reflexes going to inhibit completely inhibit the small intestine parastasis. هاي sympathetic reflexes منو عندي؟ عندي abdominal intestinal reflexes due to irritation to the abdominal muscle that will initiate the intestinal أو inhibit العفو intestinal parastasis. يعني واحد تعرض إلى حادثة وتكرم يعني تمزقت الجدار البطن كله تمزق. زين peritoneal intestinal reflexes، أنا واحد سوى له يعني for example laparotomy for any reason، مثلا سوى له عملية بالمعدة، سوى له عملية بأي مكان وفتح البريتون غشاء البريتون. intestinal reflexes عنده عملية بالintestine itself، مثلا عنده tumor، عنده fat something obstruction وانفتح الوول مال the small intestine. renal intestinal reflexes إذا عندي problem in the kidney، سواء مثلا عنده stone أو something وافتح الكدني، او تروما يعني اني ايمرجنسي اكسيدنت. طيب فيزايكونتيستال فلكسز ذات اريتيشن تو ذا بلادر وول، صار عندي مثلا افتح البريتون وراح للبلادر اشتغل بي، او يوترو انتستال فلكسز، وهي احنا مثل ما قلنا فور اكزامبل بالسيزيرين سكشن مثلا فيميل بريجننت وعمليه قيصريه. اوكي، فاذا ذيس اريتيشنز جوينج تو انهبيت يعني او this يعني going to initiate او going to هنقول build up the sympathetic reflexes and usually sympathetic reflexes occur after laparotomy. اي تايب من اللابروتومي يعني فتح جدار الابدومين والبريتون وتداخل جراحي يصير عندي sympathetic reflexes and complete inhibition to the
parastaltic movement of small intestine. ولذلك شوف إنه the person after laparotomy or the patient خنقول after laparotomy نقول له null by mouth, never take anything by oral cavity, never never never, لا water ولا food ولا أي شيء, لأنه راح يصير عنده severe vomiting. ليش يصير عنده severe vomiting؟ عنده reverse peristalsis, لأن sympathetic reflexes, بدل ما يصير عندك يدخل مثل الووتر أو الفود from oral to cordial, لا يصير بالمقلوب, وبالتالي يصير عنده severe vomiting, وبالتالي ممكن يمزق لي العملية, يسوي لي مشاكل بهذا البيشن. فلذلك الشخص after laparotomy يقول له null by mouth, null يعني نهائيا ما ياخذ anything by mouth, لا food ولا fluid ولا أيش ولا حتى قطرة ماء. نخليه على الاي في فلويد, نخليه على parenteral administration of fluid, وهذه شحنا هاي الشغلات احنا شايفيها عاده. ندخل مثل واحد سوى عمليه ما هو يعني اخذ له فد يوم يومين, خليه على الاي في فلويد زين لحد ما نتاكد الباول ساوند عنده بوزيتيف. شلون نتاكد؟ نسمع بالسماعة ان شاء الله, تدخلون ريد هات وتشوفون بالسماعة, تحطها على الابدومين نسمع اذا عنده باول ساوند بوزيتيف, او نقول له باسيف ليتس يعني يطلع من عنده خروج غازات, يلا نعرف انه هذا الشخص الان البراستاتيك مومنت بدات تشتغل عنده, يلا ممكن نعطي كميات جدا قليله ونشوفه يقدر يتقبلها لو لا. لانه بس ياخذ اي شيء داخل الماوث وهو افتر لابروتومس عنده سيفير فوميتنج, وبالتالي يسوي لي مشاكل كلش كبيره. Okay, فإذن sympathetic stimulation, طبعاً enteric nervous system and under the control of sympathetic stimulation, parasympathetic العفو يزيد parastaltic movement, and sympathetic reflexes going to inhibit the parastaltic movement. Okay, now, طبعاً هسه خلصنا من small intestine, وقلنا small intestine بها two movement اللي هي segmentation والparastaltic movement, وعرفنا الفاكتورز that affecting the parastaltic أو small intestine أو enteric the parastaltic movement. يجي على اليمن على large intestine. Large intestine اللي هو from anatomical point of view can be started from the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and the anal canal from internal anal sphincter إلى external anal sphincter اللي هي the end of the GI tract. طيب, إذن the main function of the colon, طبعا احنا main function of the small intestine هو هو function مالتها الطبيعي اللي هو digestion and absorption. طيب, the main function of the large intestine أو نقول الكولون absorption of water and sodium and electrolytes, and it promotes the excretion of fecal material. إذن الفود بالأورال كافيتي ورا ما ينمزج بالسلايفة بالسليفري سكريشن, إن شاء الله ناخذها بالتفصيل, ويسميه بولس أو فود, يعبر لي بالأسفيغاس, مجرد عبور الأسفيغاس, مجرد عبور يوصل للستومك and mixed with the gastric juice أسميه كايم, emptied to the small intestine هم أسميه كايم. بعد الديجستشن and absorption and the خنقول unwanted materials زين اللي راح تريد نتخلص من عدها, تعبر الى اللارج انتستين. شو اسميها؟ اسميها فيكال ماتيريال او اسميها ستول, ما اسميها فود بعد ولا اسميها كايم. اوكي, فاذا the major functions of the large intestine هو getting rid of the stool, وبنفس الوقت قبل لا يصير getting rid of stool عندي absorption of water and electrolyte, وبعدين getting rid of the remaining materials. بس هذول التو فانكشنز لا, هسه بعدين هسه بعد ورا ما ان شاء الله تخلص نشوف بعد عندنا تو فانكشنز مهمه ايضا نرجعها and related to the large intestine. هسه نناقش الموتور فانكشن اوف لارج انتستين. طبعا عندي موتور فانكشنز مثل ما قلنا ميكسينج موفمنت وعندي باراستالتيك موفمنت. طيب الميكسينج موفمنت اوف ذي لارج انتستين اسميها هوستريشن. اسميها شنو؟ اسميها هوستريشن. يعني شنو هوستريشن؟ It is the compound functions, contractions العفو of the circular and longitudinal smooth muscle of the wall of the large intestine, causing portion of large intestine that bulge outward, يعني تنتفخ للخارج, and forming ما يسمى بالباج like sac called هوستريشن. يعني هسه احنا عندنا هاي الصورة الأمامية, شوف شوف شو مثل شلون النفاخ, مثل النفاخ هاي اسميها هوستريشن. يعني شنو؟ يصير عندك bulging of the wall of the large intestine نتيجة ال contraction of the circular and longitudinal muscle. فتصير شلون مثل شلون الجيوب وشلون ال خلينا نقول ال containers, يعني مثل الجيوب مثل الساك مثل تطلع لبرا. شنو وظيفتها؟ وظيفتها going to squeeze the
fecal material. ليش تسوي النسيج تعصرها؟ ليش to enable the wall of the large intestine to absorb as much as possible water and electrolyte اللي هو الصوديوم. الماستر هو الصوديوم وممكن عندنا another electrolyte. إذا واحد يسألني يقول لي إحنا مو قلنا the mixing movement هو عبارة عن going to mix the food with the juice, with the intestinal juice, with the gastric juice. إيه بس إحنا هنا the mixing movement مع the large intestine مو الهدف مالتها for digestion. لا الهدف مالتها for enable the wall of the large intestine to absorb as much as possible water and electrolyte. والصوديوم واحد من عندهم. إذا squeezing of the fecal materials by hostration أو يعني mixing movement of large intestine, the purpose of the يعني the purpose of the mixing movement of large intestine not for digestion وإنما for absorption of the water and electrolytes. اوكي فاذا انا عندي ميكسينج مومنت باللارج انتستين بس مو هدفها دايجستشن لا هدفها فور يعني انيبل ذا لارج انتستين تو ابزورب از ماتش از بوسيبل ووتر اند الكترولايت فروم ذا فيكال ماتيريال قبل لا جيتينج ريد اوف ذس فيكال ماتيريال. ناو الباراستالتيك مومنت اللي هي الاورديناري باراستالتيك مومنت وعندي انذر تايب اوف باراستالتيك مومنت اسميه ماس مومنت. بالباراستالتيك مومنت الاورديناري اللي هي بروجريسيف كونتراكتايل ويفز يعني contraction and relaxation to push this stool very slowly along the colon حتى تدفعها إلى الأنال كنال وتطلع برا. وعندي mass movement اللي هي it is a modified type of peristalsis from the transverse colon to sigmoid. يصير عبارة عن evacuation يعني شون أنت عندك في التفريغ كامل صار عندك peristaltic بس عندك تفريغ كامل لمحتويات الكولون من الترانسفيرس كولون اتجاها الى السيجمويد والركتوم واوتسايد. هذه اسميه الديفيكيشن يعني شنو عمليه الجيتنج ريد اوف ويست برودكت اند ات اوكر يعني 2 تو 3 تايمز بير داي. طبعا هاي مو فور نوت اول ذا بيبل ات از يعني خلينا نقول فد فور جنرال سبيكينج نقول 2 تو 3 تايمز ممكن يعني ديبند ابون ذا بيرسونال هابيت ديبند ابون ذا بيرسونال خلينا نقول يعني يعني the person himself يعني هو الشخص نفسه هو اللي يعني يتحكم بهاي الشغلة طبيعة الإنسان نفسه. فإذا the personal habit هي تتحكم بهذا الشيء نوعية الشخص نفسه. بس إحنا generally speaking نقول normally ممكن تكون مرتين أو ثلاث مرات يكون أقل يكون أكثر حسب الشخص نفسه. أوكي فإذا عندي mixing movement أسميها hostration وعندي parastatic movement والparastatic movement هنا أنا عندي نوعين. عندي the ordinary peristaltic movement اللي هي يعني pushing the fecal material slowly لحد ما توصل لي يعني خلال الكولون وعندي بنصير عندي defecation evacuation اللي هي mass movement اللي هي أيضا peristaltic movement it is modified type ما نشوفها لا بالsmall intestine ولا أشوفها بالstomach ولا أشوفها بالأسوفيجاس مو ما شفنا هذا الشيء yes okay. فإذا mixing movement of the oral cavity اسمي chewing and mastication. Mixing movement of the stomach, which is a propulsion. Mixing movement of the large intestine, small intestine, SMA segmentation. Mixing movement of the large intestine, SMA hostration. The purpose of this mixing movement, بالنسبة للoral cavity, while the stomach, while the small intestine, for digestion, where the purpose for mixing movement of the large intestine for absorption of water and electrolyte before the person getting rid of unwanted materials or the fecal material. خلينا نقول ما نقول unwanted يقول fecal material. Okay. Now, إذا هسه نجي نناقش defecation. شو أقصد بالdefecation؟ أقصد بالdefecation getting rid of fecal material outside the GI tract. This is a physiological condition. This is a normal condition. Then. بس قبل لا نحكي عنها نجي شو نقول ناخذ بعض المعلومات حتى ناخذ فكره عن الديفيكيشن. ما بين السيجمويد كولون والركتام عندي سفنكتر اسميه سيجمويد وركتال سفنكتر وهذا السفنكتر it is closed لما الركتام امتي لما السيجمويد كولون امتي انا ما عندي ديفيكيشن. ركتام امتي مو سيجمويد ركتام يكون امتي معناها السيجمويد ركتام السفنكتر it is closed. اوكي طيب بعد شنو عندي معلومه عندي الانال كانال بيها تو سفنكترز بيها انترنال انال سفنكتر وهو عباره عن سموث مسل وكنترول افو باي ذا يعني
autonomic system اللي هو ال parasympathetic وعندي ال internal anal sphincter وهو طبعاً العفو ال external ال internal sphincter yes internal sphincter و usually عندي ما يسمى بال external anal sphincter. Internal anal sphincter اللي هي controlled by autonomic system اللي هو من هو ال parasympathetic. والاكسترنال انس فيكتور عباره عن خلينا نقول ات سبلايد باي ما يسمى بالبودندال نيرف سبلايد باي منو باي بودندال نيرف ان ات از سكيليتال مسل يعني هذا السفنكتر عباره عن سكيليتال مسل اذا السفنكتر الانترنال انس فيكتور اللي داخل الجسم يكون عباره عن سموث مسل اندر ذا كنترول اوف اوتونوميك نيرف سيستم والاكسترنال انس فيكتور ات از سكيليتال مسل ان ات از سبلايد باي بودندال نيرف اوكي Yes. هاي طبعاً معلومة أخرى. طيب. Defecation هو شنو هو؟ Getting rid of the fecal materials outside the GI tract. It is reflex. Started by nervous reflex. يعني تجينا signals من الدماغ تقول لك الآن أنت تحتاج تسوي defecation. And it is continue voluntarily. يعني الشخص الآن ورا ما تجي هاي signals ويحس أنه لازم يسوي defecation يختار المكان والزمان المناسب. Then it is started by nervous reflex and it is continue by voluntary. الشخص هو اللي يحدد إيش وقت يسوي أو بيا مكان أو بيا زمان. طيب هاي ال nervous reflex أو هاي reflexes مين شون تجي إنه لما يصير عندي يعني نشوف إنه تجيك ال sigmoid colon طبعاً يصير filled with fecal materials. وإيش يسوي؟ يصير عندنا relaxation to sigmoid rectal sphincter and يجي fecal material وين يروح المن؟ للرقتم. الرقتم pressure لما يصير بي أكثر من 60 متر of mercury يعني يصير distension of the wall of the rectum مو لولا ما يتحمل هاي الكمية فش يصير عندنا؟ يصير عندنا stimulation of two reflexes اللي هي منه intrinsic defecation reflexes and this is mediated by enteric nervous system Extrinsic defecation reflexes and is mediated by parasympathetic stimulation. إذن defecation started by reflexes. The reflexes mean تجيك من the higher center of the brain. قل لك يلا الآن أنت صار لا سوي defecation. وبعدين continue voluntarily. مين تبدي من شلون صار عندي هالreflexes؟ عندي هالreflexes إنه الفيكال ماتيريالز من السيجمويد كولون تروح للرقتام والرقتام لما تزيد الكاباسيتي مالته والبرشر مالته يزيد عن ال 60 شحس عندك تو ريفلكسز انترنسك ديفيكيشن ريفلكسز ديسميتيك باي انتر كاف سيستم ليش؟ لان عندك ديستنشن تو ذا وول اوف ذا رقتام عندك ستيميليشن اوف كيمو انميكانو ريسبتورز عندك ستيميليشن اوف ماي انتر كومبلكسز وزيدك نشير ذا باراستالسيس واندر ذا كنترول طبعا الاكستنسك ديفيكيشن ريفلكسز باي باراسمباتيك ستيميليشن These reflexes lead to increased rectal parastasis and relaxation of internal anal sphincter. إذا لما صار عندي هاي reflexes إذا الاثنين شنو وظيفته؟ وظيفته زيد rectal parastasis وسوي relaxation to internal anal sphincter اللي قلنا إحنا بالبداية هي عبارة عن smooth muscle and it is under the control of parasympathetic stimulation. مو لا لا. طيب. وبنفس الوقت impulses. That go from the rectum المن to the higher center of the brain at the same time for this two reflexes occur and central inhibition to the pudendal nerve will be taking place and make relaxation to external anal sphincter. إذن ال two reflexes اللي هي the intrinsic defecation reflexes this is initiated or this is under the control of enteric nervous system. والاكسترنسك ديفيكيشن ريفلكسز اندر ذا كنترول اوف باراسمباتيك سيميليشن زيد الباراستاتيك مومنت تزيد تسوي لي ريلاكسيشن تو انترنال انال سفنكتر ومن الباراسمباتيك سيميليشن تروح تنقل لك سيجنالز انما للهاير سنتر اوف ذا برين تقول له يا بالان نأمل الركتام وكذا فتجيك سيجنالز من الهاير سنتر اوف ذا برين وتسوي لك انهبيشن تو ذا بودندال نيرف ذات از ريسبونسبل تو ميك relaxation to the external anal sphincter. Okay, فإذا نجيها بخطوات. أولاً يصير عندي خلينا نقول accumulation of the fecal material in the sigmoid colon. يصير عندي opening of the sigmoid rectal هذا sphincter. Passage of the fecal material لما يروح للرقتم.
الركتم راح يصير عنده ديستنشن تو ذا وول اوف ذا ركتم وانكريز ذا بريشر اكثر من 60 ملم في ميركوري راح يسوي ستيميليشن او انيشيشن اوف تو ريفلكسز انترنسيك ديفيكيشن ريفلكس ذات از ميديتد باي انترنال نيرف سيستم والاكسترنسيك ديفيكيشن ريفلكسز ذات از ميديتد باي ذا باراسمباتيك ستيميليشن. فشو يسوي لي هالريفلكسز اثنيناته؟ اول شيء يسوي لي انكريز ذا ركتال باراستالتيك موفمنت وتسوي لي ريلاكسيشن تو ذا انترنال انال سفنكتر وتدز دي سيجنالز المن للهاير سنتر اوف ذا برين حتى تقل الان الميلر ركتم. فشي يسوي لي بدوره تجي لي سيجنالز فروم ذا هاير سنتر اوف ذا برين ار جوينج تو انهبيت ذا بودندر نيرف اند ميك ريلاكسيشن تو اكسترنال انال سفنكتر. اوكي ناو فهذه الخطوات اللي تصير عندنا بيكوز او تصير عندنا حتى يصير خلينا نقول يعني essential for the body مو وبعد شنو عندي this is for your information يعني معلوماتكم ان شاء الله من توصلون للمرحله الثالثه بخير وسلام وراح تاخذون ماده الفارماكولوجي. عاده الدراج بي هالف لايف يعني شنو هالف لايف يعني مثلا انا اخذ الكبسول كل 6 ساعات انتي بايتك اخذ مثلا هذا الدواء كل 12 ساعه اخذ دواء كل 24 ساعه فهاي الهالف لايف مات الاكتيفيتي مات هذا الدراج يستمر مدة 12 ساعة، كل 12 ساعة ناخذ لي كبسولة، كل 24 ساعة اخذ لي حباية وهكذا. من اللي يحافظ على هذا الهالف لايف؟ وجود البكتيريا الموجودة بالكولون. فور سيرتن دراجز مو كل الدراجز، فور سيرتن دراجز، مثلا فور اكزامبل عندي الكونتراسبتيف، فور اكزامبل، كونتراسبتيف من هي؟ اللي هي حبوب مانع الحمل، عادة ذيس از فور لا هالف لايف مدة تقريبا 24 اور، يعني مدة يوم كامل. بعض النساء مثلا او مو يعني بعض النساء تاخذ antibiotic abuse احنا دائما احنا ناخذ antibiotic هيك كانه حسبالك مسخول ماكو صار عندي فلاونزا بلعت بنسلين بلعت كفلكس هاي الانتيبايتيك ابيوز اوف انتيبايتيكس دخل نقول ذا رونج يوزينج اوف انتيبايتيكس وي جوينج تو ديستروي ذس بنفيت بكتيريا تموتها تقتلها. انا من اجي اخذ كبسول لاي سبب من الاسباب بدون اي فائده بدون ما يكون جسمي محتاجه وبكميات كثيره ممكن تسبب لي انه تدمر هاي البكتيريا. فممكن بعض النساء تاخذ هاي الكبسول لاي سبب من الاسباب تاخذها ما تدريش القصه ممكن تدمر هاي البكتيريا وبالتالي ممكن تسوي لي فيلير فور ذس ذا افكت اوف ذات دراج ممكن انه يصير عندها فيلير يعني هذا الدراج بعد ما يشتغل عدل وبالتالي ممكن يصير عندها حمل وهي ما تدريش القصه. This is for example. اذا the benefit of bacteria مو فقط انه تسوي لي يعني different types of vitamins وتسوي لي كذلك liberation of gases or something وانما ايضا very important to keep the normal half life of the certain drugs. فاذا هسه كم function عندي صار باللارج انتستين كم function صار عندي اول شيء absorption of water and electrolyte from the fecal material و getting rid of from fecal material و formation because of the presence of different or numerous types of bacteria benefit bacteria lead to synthesis of different types of vitamins اللي هي vitamin B12 1 2 K that is essential for our life وبالتالي وكذلك ايضا يعني keeping normal half life of certain drugs for example contraceptive pills. Okay now even in summary or يعني for our lecture نقول small intestine the major site for digestion absorption of different types of the food, the carbohydrate, the protein, the fat. The small intestine, approximately about 5 meters in long, 3 parts, the duodenum, the jejunum, the ileum. We have 2 types of movement, the mixing movement, by some segmentation, or peristaltic movement, the increasing by the presence of chyme in the duodenum, or even before the duodenum, or before the chyme in the duodenum, I also have gastroenteric reflexes, which is the peristaltic movement, before the chyme. زين اللارج انتستين ايضا تعتبر ايضا الانواع او خلينا نقول مقسمه الى سيغام اسندين كولون ترانسفيرس اسندين كولون سيغمويد ريكتوم وانال كانال وعندي ايضا تو تايبس اوف موفمنت باللارج انتستين الميكسينج اسميها هوستريشن وعندي تو تايبس اوف باراستاتيك مات اللي اوردينري 1 والماس 1 اللي هي ديفيكيشن. ليش يصير عندي ميكسينج موفمنت باللارج انتستين مع انه ما عندي دايجستشن؟ It is for enable the large intestine, enable the wall of large, or enable the body, يعني in general to يعني get benefit from this fecal material by absorbing the water and electrolyte that need for our body. Okay, طيب.
يعني عادة defecation مثل ما قلنا إنه is reflex started by nerve reflex and continue voluntarily وتكون عادة because of the presence of fecal material in the rectum يزيد ال pressure inside the rectum أكثر من 60 millimeter of mercury سوينا initiation of two reflexes intrinsic defecation reflex و extrinsic defecation reflex والintrinsic defecation reflex under the control of intercleft system والextrinsic defecation reflex under the control of parasympathetic stimulation. هاي reflex السنيثة شو وظيفته؟ وظيفته أولين تسوي لي زيادة بالparastatic movement زين تسوي لي relaxation to the internal anus sphincter sending signals to the higher center of the brain حتى بدورة going to send another signals to inhibit the pudendal nerve that is controlling the external anus sphincter في سوي relaxation وبالتالي يعني in order to enable the person to choose the suitable times, the suitable place for defecation. عادةً طبعاً we have few questions about our lecture today. This is for your information and thank you very much. طيب أنا خلصنا محاضرتنا إذا أكو أي استفسار من طلابنا إحنا موجودين إن شاء الله عندنا تقريباً يعني هنقول 10 دقائق أو أقل حتى ننطي مجال للمحاضرة الجاية. طبعا طلاب هاي المحاضرة احنا يعني صار في some mistake و يعني المهم احنا انا مسجلت لكم اياها يعني. فاذا اذا اكو اي سؤال اي استفسار عن المحاضرة اي سؤال اي استفسار سمعوني طلاب